وهنا أود أن أقول أن هذه المعركة ليست جولة قتال، هي معركة طويلة مستمرة فيها منتصر ومهزوم. وبكل بساطة وأتحمل مسؤولية كلامي، هذه معركة تحرير فلسطين. أها، هذه عيد هذا الكلام، هذه معركة تحرير فلسطين. يعني رجل خبير عسكري، على أي أساس تعتقد أن هذه معركة تحرير فلسطين؟ هناك من يعتقد أنها ربما تكون مثل السابقات، يعني مثل حرب مثل أي حرب سابقة مع الكيان الصهيوني. لماذا هذه تختلف؟ لماذا هذه حرب تحرير فلسطين؟ نعم، بكل بساطة نتنياهو عرف هذه المعركة ثانية ومعركة طوفان الأقصى بأنها معركة وجود. بيني جانتس قال ببساطة إذا هزمنا في هذه المعركة فلا مكان لنا في المنطقة. قال إنها معركة نصر أو موت. وبالتالي أنا قلت، يعني أنا كنت من القلائل الذين قالوا وبشكل علني أنه علينا استخدام أدوات تحليل وقياس مختلفة، لأنه استخدام نفس أدوات التحليل والقياس ما قبل 7 أكتوبر هو خطأ وليس أيضاً صف. أيضاً في الصف الثاني الكل يعتقد بأنها هذه المعركة معركة وجود. نعم، هي معركة مصيرية بالنسبة لنا، وبالتالي سنخوضها حتى النهاية. إذن فيها منتصر ومهزوم. وأصلا حتى نكون واضحين، هذه معركة الأمريكي، يعني الإسرائيلي في المحصلة هو أحد أدوات المشروع الأمريكي. لهذا الأساس إذا حتى لو دخلت أمريكا المعركة بشكل واسع، يعني ستجبر على القتال على مسرح عمليات 3 ملايين كيلومتر مربع، ومساحة اليمن والعراق وإيران وسوريا ولبنان وفلسطين. طيب، بالمقابل إذا دخل المحور كله بما فيه إيران هذه المعركة، مسرح عمليات المحور هو 3000 كيلومتر مربع فقط، وهي المنطقة الحيوية من فلسطين المحتلة.